كريم طمني، ايه الاخبار؟ هو الحمد لله محمد احرز نقطه كمان، قلل الفرق الاربع نقاط، بقت النتيجه 10-6، يعني محتاجين ان شاء الله نقطه او نقطتين كمان يسجل. دلوقتي الاثنين لعيبه برضه سجلوا نفس النقطه في نفس التوقيت، فاصبحت النتيجه 11-7. 5-7، فده اصبح هو الفرق الاربع نقاط. لكن زي ما حضرتك زي ما قلت لحضرتك ان هو بيقرب لعيب منتخب فرنسا من النقطه ال 15، فاضل له يعني احنا اربع مش عارف. نقاط. فاضل له اربع نقاط، اما ان فاضل متبقي دقيقه و45 او دقيقه 48 ثانيه، فاما ان يحافظ على الفارق في الدقيقه 48 ثانيه وصل ل 15 نقطه. واحنا ما نتمناش ده يحصل ان شاء الله، يعني محمد يقدر ان هو يعوض باذن الله. ودلوقتي اللعب متوقف. لعب متوقف ليه؟ يعني يبدو ان في مشكله عند محمد في البدله، او ان هو بيشتكي من حاجه. هو طلب الحكم انه بس يا رب ما يكونش الموضوع او الاصابه لها تاثير على استكمال المباراه، ونده للحكم ونده للاسعاف ان هو تقريبا بيشتكي ان لعيب منتخب فرنسا يعني اثناء اللعب وجه ضربه ليه مش قانونيه. اعتقد هيتم استئناف المباراه. محمد لسه مازال بيتكلم مع الحكم، وتم استدعاء الحكم الرئيسي. يعني مش قادر افهم بالظبط هو ايه سبب الاعتراض، ولكن هو يبدو ان حاجه ليها علاقه بايد محمد، ان عنده حصل حاجه، يعني حاجه ضربه في ايده او ضربه قانونيه او جراله لاعب منتخب فرنسا. عليك سمع طبعا التشجيع وسمع الدعم، يعني دلوقتي فعلا هي اصابه في ايد محمد. دلوقتي هو فعلا في اصابه، يعني طبيب الاسعاف بيحاول ان هو يتعامل مع الاصابه. ان شاء الله يرجع تاني، بالفعل هيرجع. هي كانت اصابه فعلا اثناء اللعب، تقريبا لاعب منتخب فرنسا واجه ضربه قانونيه اثرت على ايد محمد، لكن ان شاء الله. عليك سمع التشجيع، يعني اكيد ظهر عند حضرتك تشجيع جمهور فرنسا عامل ازاي اثناء توقف. هيتم استئناف المباراة من جديد. الفرق أربع نقاط، 11-7، متبقي دقيقة 45. ده متحرك. نتمنى إن هم يعوض فرق نقطتين حتى نوصل ل 11-9، يحط ضغط على لاعب منتخب فرنسا. هيتم استئناف المباراة حالا. هو الدقيقة 48 الدقيقة 45 ثانية دول إذا ما حافظ لاعب منتخب فرنسا على تقدمه، حتى لو ظلت النتيجه ما وصلتش ل 15 نقطه، هيبقى فاز بالجيم، حافظ على تقدمها، هيبقى كده فعلا فاز بالمباراه، تاهل للمباراه النهائيه. واذا قدر ان هو يوصل لفرق ال 15 نقطه، لا قدر الله لو حصل كده يبقى عندنا يعني برضه فرصه. ما نتمناش، ولكن زي ما قلت لحضرتك مباراه صعبه جدا. ده بطل مصنف 3 على العالم، بطل كبير جدا، بيلعب على ارضه وسط جمهوره بالتاكيد. يعني بيكون عنده دوافع اكتر من اي لاعب تاني بيلعب بره ارضه، لان هو عايز يحصد ميداليه او يفوز بميداليه او تضمن ميداليه، لان اللي هيخسر من الفاينل هيلعب على مباراه البرونز. يعني 50-50، بان برضه هيلاعب بطل كبير مش هيلاعب حد ضعيف، فتظل انك 50-50 زي ما حصل مع زياد امبارح، ان هو خسر من بطل تونس في دور الاربعه، راح لاعب بطل ايطاليا في مباراه البرونز خسر برضه. فهو انك تضمن ميداليه، انك تكسب 9 فاينل ذهب او فضه، انت كده اكيد ضمنت الميداليه. متبقي حاليا دقيقه وحوالي 10 ثواني، ما زالت النتيجه زي ما هي 11-7. اعتقد الموضوع بقى صعب، لان النتيجه بقت 12-7 لصالح لاعب منتخب فرنسا. سمعنا صوت الجمهور، والصوت رن في قلبي. بالظبط، حاسه ان هو يعني ماتش كوره، مش مباراه بالزبط. سلاح. بالظبط حضرتك. هو الجمهور الحقيقه عامل تشجيع ودعم نفسي للاعب فرنسا بشكل كبير جدا جدا جدا، وهم حضور جماهيري كبير يعني جدا. احنا بنعرض دلوقتي لقطات على الشاشه يا كريم، يعني حضور جماهيري كبير جدا في المدرجات، يعني انا مش متخيله ان الحضور الجماهيري ده لمباراه سلاح. بس طبعا دايما الاولمبيات بتحظى بمتابعه جماهيريه كبيره جدا، بس يعني الحضور مبهر في الحقيقه. يعني انا اتفاجئت، انا عايز اقول لحضرتك الفيديو اللي احنا بنعرضه دلوقتي، يعني مش كل في المدرجات فرنسينا، لكن هم يعني نسبه 99% منهم من قاره اوروبا جايين يحضروا المنتخب، فطبيعي دعمهم هيكون للاعب منتخب. النتيجه دلوقتي 13-8، هم ما زالوا 5 نقاط ومتبقي 58 ثانيه. يعني محمد طلب الحكم تاني، بيشتكي برضو ان السيف بتاعه ممكن يكون فيه مشكله، لكن الحكم قال له لا السيف كويس. يعني عمل اختبار للسيف وبالفعل لما نورت معناه ان هو السيف ما فيهوش مشاكل، فهيكمل المباراه تاني. 13-8 فرق 5 نقاط، اعتقد يعني ان شاء الله يقدر ان هو في ال 58 ثانيه دول يعني يعوض ان شاء الله. فاضل 58 ثانيه. بالظبط كده، والفرق 5 نقاط. طبعا لاعب منتخب فرنسا مش هيبادر بالهجوم. مش هياخد اي مبادره بالهجوم، لان هو ربما زي ما قلت لحضرتك احيانا التسرع في لعبه السلاح بتكلفه نقاط. ده اللي حصل دلوقتي.
بقت النتيجه 14-8. اعتقد كده الموضوع بقى صح. ان شاء الله عندنا امل في مباراه الميداليه البرونزيه. ان شاء الله مش هنفقد الامل. ان شاء الله هيكون في ميداليه النهارده ان شاء الله باذن الله، وتبقى اول ميداليه لبعثه مصر ان شاء الله في اولمبياد باريس. حضرتك المنافسات صعبه جدا. بطل فرنسا مش لعيب قليل، ومش لعيب مستواه متواضع، بالعكس ده مصنف ثلاثه على العالم. محمد كسبه في اولمبياد طوكيو وكسبه في بطوله العالم، ولكن يظل لعيب قوي، وكل بطوله لها ظروفها وكل منافسه لها ظروفها. هو النهارده بيلعب على الارض وبيلعب وسط جمهوره، وبالتاكيد طبعا لا. ومحمد سيد كمان لعيب كبير ولكن لسه صغير في السن، يعني شاب واعد كبير وامام الحضور الجماهيري الكبير ده، ولكن هو في الحقيقه راجل يعني قبل كده في اكتر من محفل دولي. فان شاء الله يا رب النهارده تكون اول ميداليه يا رب. مش عايزين نقاطع بس كده والميداليه او المباراه اللي هتتلعب على المركز الثالث. وصل للنقطه رقم 15 فعلا زي ما قلت لحضرتك قبل المباراه ما تنتهي 27 ثانيه. المباراه القادمه هتتلعب امتى يا كريم؟ يعني ممكن بعد حوالي ربع ساعه او نص ساعه من دلوقتي بتلعب مباراه الميداليه البرونزيه. ان شاء الله بطلنا يعني هيلعب بطل من المغرب. بطل المجر على الميداليه ان شاء الله البرونزيه. ان شاء الله يكون التوفيق والنصيب ويكون في الميداليه. برضه مباراه صعبه مش سهله. الصوت بدا يبقى فيه مشكله، انا مش سامعه كويس يا كريم للاسف، بس هحاول طبعا نتواصل معاك مره تانية يعني بعد ربع ساعه لو المباراه بدات. هارد لك لمحمد السيد. مباراة طبعا اللعب في نصف النهائي، وان شاء الله يكون في امل يا رب في البرونزية، يعني خلينا ورا الامل حتى النهاية.